الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك أيها الملك القدير الذي بيده الأمور ولا يعجزه ما يريد ولا ينقصه العطاء والمزيد. اللهم إن كانت صحيفتي مسودة بالذنوب إليك فإني أعول في محوها في هذه الليالي البيض عليك، وأرجو من الغفران والعفو ما هو بيدك، فإن جدت به علي لم ينقصك وفزت، وإن حرمتنيه لم يزدك وعطبت. اللهم فوفني بما سبق لي من الحسنى شهادة الإخلاص بك، وبما جدت به علي من ذلك وما كنت لأعرفه لولا تفضلك، وأنلني به رضاك وعصمتك، ووفقني لاستئناف ما يزكو لديك من العمل، وجنبني الهفوات والزلل، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيراً.